شكرا شكرا شكرا. إذن مرحبا بكم أحبائي في حصتكم مع عمو يزيد. انتم والأطفال اللي يشوفوا فينا كذلك اللي حبوا يشاركوا ويفرحوا كما انتم ويحضروا معنا، ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي الأطفال، لما تشاركوا للحضور لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد راح يستضيفكم كامل إن شاء الله. في بداية كل حصة نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي نقراوه في الحصة، ويقدروا يرسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا نستقبلوا ساعي البريد سهيب. تفيق على سهيب، تعال تعال تعال. الله يسلمك، واش راك؟ لاباس ساعي البريد؟ واش جبت لنا اليوم؟ واش جبت لنا؟ بريد؟ البريد. البريد، برافو برافو برافو، حطوا في علبة البريد. إذا ساعي البريد اللي يرافقنا دائما في الحصص نتاعنا يجيبنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال. شكرا 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 سهيب، شكرا. أحبائي، في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا. هذا اليوم يصادف يوم 15 سبتمبر، اليوم العالمي لحرية التعلم. سي لا جورني انترناسيونال دو دووا ا لانستركسيون، يعني كل انسان عنده حق في التعلم، عنده حرية في التعلم. ما نقدروش لسبب ما نقولوا الانسان انت ما عندكش حق انك تتعلم، لانه العلم نور والجهل والجهل ظلام. برافو أحبائي. كاين كذلك، تعرفوا كاين حاجة تحمي الكرة الأرضية، تحمي الكرة الأرضية دايرة بها هكذا، تعرفوها؟ سلة. وش هي؟ لا لا، حاجة هكذا. برافو، تعالي قولي هنا، تعالي تعالي قولي هنا. واسمك بنتي؟ حريش. آية، الله يبارك. وين تسكني آية؟ حيدرة. في حيدرة، شحال في عمرك؟ 10 سنين. وش هي هالطبقة؟ طبقة الأوزون. طبقة الأوزون، برافو بنتي، برافو برافو. عبركم يا أحبائي، كاين طبقة، هذه الطبقة هي اللي تحمي الكرة الأرضية، تحمي الكرة الأرضية من أشعة الشمس الضارة. وهذه الطبقة على بالكم باللي تلوث مش مليح لها الطبقة، طبقة الأوزون. لذا كاين في يوم 16 سبتمبر يوم عالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، نتوقفوا فيه باش نشوفوا الحلول لحماية هذه الطبقة هذه يا أخي، باش نبتعدوا عن التلوث ونبتعدوا عن عدة أشياء. دائما نطرح عليكم لغز ولا سؤال في بداية الحصة. تحبوا الألغاز؟ إذن اللغز يقول: من هو الذي ينام مرتديا حذاؤه ولا يفارقه؟ شكون اللي ينام بالحذاء نتاعو بلا ما ينحيه؟ معلش فكروا في الجواب لغاية نهاية الحصة، والأصدقاء اللي رام يشوفوا فينا يقدروا يتوجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com والإجابة عن اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن بالتوفيق إن شاء الله، أصدقائنا راح يجاوبوا عبر موقع الانترنت، وأنتم راح يجاوبوا في نهاية الحصة. وش رأيكم اليوم نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة مهمة جدا، عالم مسلم هو ابن الهيثم، راح نتعرفوا عليه مع تسنيم. إذن تفضلي تسنيم. مساء الخير أصدقائي. مساء النور. اليوم سنقدم شخصية ستحبونها كثيرا، إنه العالم ابن الهيثم. هو أبو علي الحسن بن هيثم البصري، وعرف بلقب بطليموس الثاني، ويقدر بأنه ولد في سنة 965 ميلادي الموافق
354 هجري في مدينة البصرة بالعراق. عالم موسوعي مسلم ترعرع في عصره كان يشهد ازدهارا في مختلف العلوم من الرياضيات وفلك وطب وغيرها. درس ابن الهيثم قوة التكبير الخاصة بالعدسات، وساهم ذلك في أن يكون أول عالم يؤسس لفكرة النظارات حول العالم، كما ساهمت أبحاثه في مجال علم البصريات في توفير العلاجات المناسبة لعيوب ومشكلات البصر في العيون. يعد ابن الهيثم أول من أشار إلى ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، وأستطاع تحديد أن القمر يحصل على ضوئه من أشعة الشمس. لابن الهيثم أكثر من 160 رسالة ومقالة وكتابا شملت العديد من أنواع المجالات الدراسية والفكرية كالرياضيات والعلوم والطب والفلسفة وغيرها. كرس ابن هيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته سنة 1040 ميلادي الموافق 430 هجري رحمه الله. شكرا شكرا تسنيم، شكرا 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 شكرا. إذن ابن الهيثم عالم جليل مسلم نعتز به وكامل الإنجازات اللي قام بها. واش رايكم أحبائي نروحوا نسمعوا أغنية تغنوها كامل معايا، أغنية جديدة تغنى لأول مرة. الأغنية تتغنى بالحاسوب، حاسوب زين لي بيتي. يلا تغنوا معايا كامل هذه الأغنية. يلا حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي، حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد، يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل، يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد، يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل لأصير مجدا لا يغفل. حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو، لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب، لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو، لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب. حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي. شكرا 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 أحبائي. وش رأيكم نروحوا دركا الألعاب الخفة؟ حبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا كامل مع عمو مراد اللي جانا من بليدة. مرحبا بك عمو مراد، تفضل تفضل.
برافو 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 عمو مراد برافو. احبائي عجبكم عمو مراد؟ اذا كما قلت في المره اللي فاتت كاين فقره جديده في هذا الموسم الرابع لعمو يزيد، اربع سنوات من المتعه معكم، اربع سنين. هذه الفقرة اسمها هل تعلم، نكتشف من خلالها كل مرة نكتشف حاجة جديدة اللي تفيدنا. اليوم راح نكتشف فقرة هل تعلم مع ميليسا. فضلي ميليسا. مساء الخير يا أطفال. هل تعلموا أن عضلة الألوية الكبرى هي أكبر عضلة في الجسم الإنسان؟ برافو 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 ميليسا. إذن أحبائي العضلة العلوية الكبرى يعني الجران فيسيي هي أكبر عضلة في جسم الإنسان. مليح أننا نعرفوا هذه المعلومات. يا أخي واش رأيكم نروحوا دركا نحكي لكم حكاية جميلة؟ يلا دركا نحكي لكم حكاية أيمن والخوف من العقاب. يلا. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية أيمن والخوف من العقاب. واحد النهار أيمن كان في درس الجغرافيا، هو يحب دروس الجغرافيا، ومن بعد كي الأستاذة لحقت باش توري مكان الجزائر في الكرة الأرضية بعثته قالت له روح للقسم الفلاني جيب الكرة الأرضية. قعدوا يسنوا فيه. راح للقسم باش يجيب الكرة الأرضية، في طريقه لهذاك القسم مر على الفناء على الساحة، صاب الحارس كان يدير في رسم على الحائط بالألوان وكامل كان يزين في هذيك الساحة، ولكن كي وصل هو صاب اللي الحارس راح يجيب حاجة كانت فارغة هذيك البلاصة. واش يدير هو؟ عجبوه هذوك الألوان، احكم البانسو هكذا وقعد يفسد في هذاك الحيط، يلون يدير الألوان أحمر أصفر أزرق هكذا. بعد كي شاف هكذا قال يا إلهي واش درت، وسخت كاع واش دار عمي صالح. كانوا يحبوه عمي صالح، هو الحارس تاع المدرسه هذيك يحبوه كامل. بعد واش يدير؟ راح حط هذوك الباسوات هكذاك وراح يجري، راح يجي رجع دخل القسم هكذا، جاب هذيك الكره الارضيه عطاها المعلمه وقعد هكذا شغل. ومن بعد كي خرجوا الفناء سموا شافوا عمي صالح يتاسف، شكون هذا اللي فسد لي كاع الرسم هذا؟ دوك لازم نعاودو كامل وكامل، وزعفوا كامل لانه عمو صالح يحبوه بزاف. لما راح للبيت في الطريق هو يمشي هو خاف، خاف يقول باللي انا اللي فسدت هذاك الرسم، خاف من العقاب. راح في الطريق جاه تأنيب الضمير كاع في الطريق تاعو، هو يمشي يقول يا ربي يكون غير قلت الصح، يا ربي يكون غير واجهت، وغير قلت النعاس ما جاهش، ما رقدش كامل. شفتوا كي الواحد يكون حب يعترف بحاجه ومن بعد يخاف. ومن بعد قال غدوه من ذاك راح نروح ونعترف لهم كامل باللي انا اللي درت هذا الخطا هذا وخلاص نواجه. كي لحق المدرسه قال الاستاذه، قال استاذ انا عندي سر لازم نقوله لك، وما قدرتش البارح نقعدوا كامل، انا اللي فسدت الرسم تاع عمي صالح. الاستاذه عيطت لعمو صالح قالت له تعال عمي صالح او كاين ايمن حب يعترف لك بشيء. جا قالوا عمي صالح اسمح لي انا اللي فسدت لك هذاك الرسم ما نجيتش نعاود وكذا. واش يقول له عمي صالح؟ قالوا اني سمحت لك لانك شجاع واعترفت بالذنب. قالوا ما لازمش تخاف من العقاب، لازم تكون عندك الشجاعه باش تعترف بالذنب تاعك. قالوا من درك يلا معايا تروح تساعدني باش نعاودوا هذا الرسم الجميل هذا. وراح معاه وعاونوا وعاودوا هذاك الرسم وخرج اجمل. عمو يزيد استخلصوا من الحكايه تاع اليوم انه لا يجب ان يدفعنا الخوف من العقاب الى الكذب. برافو 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 بوبي، تصفيقة على بوبي. إذن أحبائي ما لازمش الخوف من العقاب يدفعنا للكذب وعدم الاعتراف بالذنب، لازم تواجه وراح تكون أقوى. يا أخي أحبائي يلا معي تعالوا. إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة ما لازمش نخافوا من العقاب وهذا الشيء يدفعنا للكذب، يجب المواجهة لأنه الإنسان الشجاع هو اللي يواجه الأفعال نتاعو. يا أخي أحبائي دوكا لحقنا الركن الجميل، شكون اللي عنده نكتة يوم بلاك يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ نعدانا مارق. وين تسكني؟ ولاية بازا بإحمالاي. الله يبارك، احكي لنا نكتة تاعك بنتي.
كان مصباح سحري إيه، وكان واحد فرنسي وواحد زيري وواحد إنجليزي. راح لازم لهم حاجة يقولوها، ومن بعد راح فرنسي كان مش يشبه بفرنسي، راح ليه حكى المصباح وقال له بلي وش تطلب، قال له بلي نطلب ونكون شباب. ومن بعد كي شاف شباب هذاك الجزائري راح ليه وحكى المصباح قال له وش تحوس، قال له راني حاب نرجع هذاك الراجل كيما كان. شكرا شكرا. شكون عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي أقعدي. باسمك بنتي؟ مريم. مريم وين تسكني مريم؟ في بوروبا. في بوروبا هنا في العاصمة. نعم. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12 سنة. حكينا النكتة تاعك بنتي. قال لك كاين واحد الراجل مش حاب بزاف، واحد الخطرة قالوا له الناس بلي علاش ما تتبرعش بالدراهم وديروا واحد حول المقبرة، قال لهم أنا جميل سمعت الموتى يهربوا. برافو 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 برافو. تعال تعال أروح تعال. معلش اروح افتح. هيا اقعد اقعد منا اروح. تعال تعال معلش. يلا واسمك؟ هاني نسيم. شحال في عمرك نسيم؟ ستة. ست ايام؟ ستة وشن؟ ست سنين. الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كانت واحد الخطره واحد طفل كان رايح يشري دوارة، راح يشري بعد لقى أصحابه راح يلعب معاهم. قلت له يما راح يشري وراح يلعب مع أصحابه وما شراش. نسى تفكر من بعد غلق الحانة لقاهم مغلوق. ايه؟ ومن بعد راح اليمة قالها كنت لعب مع أصحابي ومن بعد غلقوا. ومن بعد جو هذوك البوليسيين شافوا الحبس بلي مفتوح وحده وفتحوه لقاها مفتوح بوليسي. الله يبارك. برافو 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 وليدي. برافو 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 برافو. واسمك؟ أمين مالكوش. وين تسكن أمين؟ فلاكونكورد. فلاكونكورد أنا في العاصمة. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 8 سنين. احكي لنا نكتة تاعك. واحد واسمه وش دخلك وواحد واسمه عقلك. هذاك وش دخلك راح للمسيد وش وعقلك راح ياكل قرنطيطة. ومن بعد هذاك وش دخلك كي دخل للمسيد قالت له الأستاذة واسمك؟ قال لها وش دخلك؟ قالت له واسمك؟ قال لها وش دخلك؟ بدا قالت له قل لي واسمك سينو نديك عند المدير. قال لها وش دخلك؟ ومن بعد داته عند المدير قال له واسمك؟ قال له وش دخلك؟ بدا قال له واسمك وش دخل؟ قال له وش دخلك؟ بدا قال له وين عقلك؟ قال له راح ياكل قرنطيط. برافو 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 برافو. تعالي 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 انت تعالي أروحي مالي شو قادر. تعالي نقادي مالي. واسمك؟ رينات. وين تسكن رينات؟ ولاية توتي بازا. وش حبيتي تقولي عمو يزيد؟ في الحكاية. أحكي لي حكاية بنتي. وهذا الرجل قلت له يا يمه روح شي خبز مكيا راح يمشي ويقول دبزة 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 دبزة. بكى مكيا قال له عمو أعطيني دبزة. طلوا عكاظ. هو كان عم بلو خبزة 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 بعد قاعد يقول دبزة دبزة دبزة. برافو 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 برافو. واسمك؟ عدن. عدن وين تسكني عدن؟ أوكي. عدن جاتنا من فرنسا. لازم تعلمي شوية العربية. Comment tu t'appelles? Aden. Tu viens d'où? De Lyon. De Lyon, ok. Tu es contente? Oui. Ok, ok, ok. Tu as une histoire à nous raconter ou la haja ou je vais te trouver? Une blague. Une blague? Yalla, une blague. C'est une fourmi qui dit à un éléphant, cache-toi derrière moi.
Ok. Vu que la fourmi elle est tout petite, l'éléphant, tout le monde le voit et il croit que personne ne le voit. Ok, ok. Bravo. Et donc, تحية لكاع الجالية الجزائرية. كامل اللي زارونا واللي نحبوهم ورام يتابعونا عبر قنوات الشروق تي في الجالية الجزائرية في الخارج وقاع الجالية العربية والأمة الإسلامية رام يتابعوا فينا تحية خالصة لهم. لحقنا دركا الركن البريد. بوبي شوف البريد اللي بعتوه لنا أصدقائنا الأطفال. أعطي العمو يزيد راح نقرأ رسائل تاع الأطفال اللي بعتوهم لنا. شكرا زيد فضلك. شكرا بوبي. اذا تصفيق على بوبي. تصفيق. انتما ثاني يا اطفال رستونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش نقراو الرسائل تاعكم. الرساله الاولى دحماني اريج 7 سنوات من مدينه ميلا. تحياتنا ناس ميلا. قالت لك حابة المشاركة في الحصة هذا شحال وانا نستنى في الرد انا واخي الصغير رواد. اذن اريج دحماني 7 سنوات من ميلا مع اخوها رواد راح نكلموكم في الهاتف وجود حضروا معنا. عمو يزيد يحبكم. الرسالة الموالية استبرق راليد 3 سنوات من مدينة شرشال ولاية تيبازا. الرسالة تقول مرحبا عمو يزيد، أنا استبرق من شرشال، أحبك كثيرا وأصبحت مدمنة على حصتك، وعندما لا أشاهدها أبكي كثيرا. شكرا عمو يزيد على الفرحة التي تصنعها في وجوهنا، أحبكم. بيدا بنتي راليد، عمو يزيد يحبك 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 يحبك، وإن شاء الله غير تتبسمي معنا وتضحكي ما تبكيش كامل إن شاء الله. الرسالة الموالية بنت ريسا أبرار 8 سنوات من مدينة الريس ولاية باتنا. أحبائي من مدينة باتنا تحياتنا لكم كامل. إذن رسالة أبرار بنت ريسا تقول أهلا عمو يزيد، شكرا لك على هذه الحصة، تحياتي. إذن شكرا على المراسلة، وعمو يزيد يحبكم. الرسالة الموالية تقول من عند سلطاني عائشة 10 سنوات من مدينة بشار الجنوب الحبيب. تقول لك يا عمو يزيد أنا عائشة من بشار، عمري 10 سنوات، أحب حصتك جدا. إذن عائشة سلطاني 10 سنوات من بشار، عمو يزيد يحبك. الرسالة الموالية بن علي عبد الرزاق 13 سنة من ولاية المدية. قال لكم السلام عليكم، أنا بن علي عبد الرزاق من المدية. يعطيك الصحة عمو يزيد، أول حصة في الجزائر تعمل خصوصيا للأطفال، والله يخليك للأجيال القادمة، ونهدي تحياتي لبنت أختي تنسيم وشكرا. إذن عبد الرزاق بن علي من دية 13 سنة، مرحبا بسلامك إن شاء الله، وربي يخليكم. عمو يزيد يحبكم. إذن عمو يزيد يحتفل بهذه الرسائل هذه. الآن وصلنا للركن اللي تحبوه كامل، هو الجواب عن اللغز. أعيد السؤال، من هو الذي ينام مرتديا حذاءه لا يفارقه؟ عمو يزيد عرفته كامل. عمو يزيد تعيش. تعال ذكرين باسمك بنتي؟ أميرة. وين تسكن يا أميرة؟ في المدية بالذات ولا؟ بلدية العمارية. شكون هو اللي يرقد بصباطه؟ الحصان. عرفتوها كامل؟ نعم. شاطرين. إذن الحصان هو اللي ينام مرتديا حذائه ما ينحيش صباطه. إذن أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي شركة شيبس مهبول تعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. تفضلي. على بالكم يا أحبائي باللي في كل حصة
نستضيف طفل ولا طفلة للاحتفال بعيد ميلاده. وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد ما عليكم إلا ترسلونا عبر صندوق بريد 42000 الجزائر العاصمة سطوالي بخمس قسيمات من علب حليب رامي. اليوم عندنا عيد ميلاد عليلات علي 10 سنوات. تعال تعال تعال. إذن علي تعال ولدي. علي رسلنا خمس قسيمات من علب حليب رامي، راح نحتفلوا بعيد ميلاده وانتوما تلتحقوا بيا نغنوا له كامل عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالو. يلا معايا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمال هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدوله، هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد يشعل الشمعة. إذن نديروا العد التنازلي لعلي. إذن 12 11 10 9 من الشمعة. برافو 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 برافو. إذن عيد ميلادك أحلى عيد، أعطيه الهدية تاعو والشهادة. إذن عليلات علي عمو يزيد يهديك هذه الشهادة، شهادة شكر لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. كل واحد فيكم راح كي يخرج تكون عنده شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى. ياخي أطفال أعطيه الهدية تاعو. إذن علي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هدية عيد ميلادك كما وعدناك. تفضل. أنا نشوف في واحد البرعومة هنا. يا تعالي بنتي تعالي، روحي روحي خلوها جوز. تعالي أنا نشوف كرف ده هدية. روحي روحي بنتي روحي. إذن واسمك بنتي؟ ماريا. ماريا شحال في عمرك ماريا؟ 3 سنين. 3 سنين ونص. الله يبارك. وش هو هذا؟ هدية لمن؟ هدية لمن؟ العمو يزيد. أوه بوسيني. الله يبارك الله يبارك. إذن غزال ماريا غزلان الله يبارك، عروسة عروسة الله يبارك. عمو يزيد والله شرف كبير، في كل مرة نتلقى هدية شيء يشرفني
بزاف بزاف بزاف. شكرا شكرا بنتي شكرا شكرا. إذن عيد ميلادك أحلى عيد. أنا ما بقالي إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت يا أطفال، ونحبوكم. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. سجلنا في ست عمو يزيد وما عيطونا، جبنا الدراري يفرحوا، وكما يقول لك صافي بنزير مبادرة حسنة. ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم. أنا نحب عمو يزيد، وكي استعدفني ونشكره كي استعدفني في هذه الحصة. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف لهذه المبادرة اللي دارها باهتمامه بالطفل، ونشكره بزاف بزاف. والأطفال كان متابعين كثار لهذه الحصة هذه، وفيها فوائد كثيرة وممتعة ويفيد منها الطفل. جيت هنا مع أمي وأبي وإخواتي، جيت مع حفلة عمو يزيد، ونشكر بزاف بزاف عمو يزيد، ونشكركم كاع كيما راكم. احنا جينا من مدينة البويرة، جينا لحصة عمو يزيد، الدراري راهم فرحانين بزاف بزاف، ونشكر عمو يزيد على هذه الحصة، ونشكر قناة الشروق وكل اليد المساهمة في هذا الحصة. أشكر عمو يزيد على هذه الحفلة، شكرا. نشكر عمو يزيد على الاستضافة اللي استضافني بها، وبلي حاب يدخل كيما أنايا، ما عليه غير يسجل على موقع الإنترنت. حبك بي.